أفاد مراسل العربية أن الطائرات الحربية الروسية استهدفت صباح هذا اليوم محيط مدينة أريحة في ريف إدلب الجنوبي شمال غربي سوريا دون ورود أنباء عن سقوط ضحايا. هذا القصف يأتي ضمن سلسلة من التصعيد المستمرة منذ عدة أيام، حيث استهدفت الطائرات الحربية الروسية في الأيام القليلة الماضية مناطق عدة في شمال غربي سوريا، الأمر الذي أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. من إدلب عبر سكايب ينضم إلينا مراسلنا إبراهيم التريسي. أهلا بك إبراهيم، ما هي مخلفات هذا القصف الروسي الذي استهدف إدلب؟ نعم رويدة، يعني منذ ساعات الصباح الأولى وحتى الآن الطيران الحربي الروسي يحلق في عموم منطقة شمال غربي سوريا ويقصف عدة مناطق. قام صباح اليوم بقصف محيط مدينة أريحة بعدة غارات جوية، كما قام أيضا منذ قليل بقصف محيط مدينة إدلب غارات جوية عدة استهدفت العديد من المناطق في ريف إدلب الجنوبي وريف إدلب الجنوبي الغربي. الجدير بالذكر أن هذا التصعيد بدأ، يعني التصعيد الملفت للطيران الحربي الروسي، بدأ منذ الليلة الأولى في السنة الجديدة، حيث استهدف الطيران الحربي الروسي العديد من المناطق في ريف إدلب، كما قام باستهداف منطقة الجسر الأبيض، النهر الأبيض في ريف جسر الشغور منذ 3 أيام، الأمر الذي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين. يعني هذا التصعيد يأتي أيضا بالتزامن مع قصف لقوات النظام السوري، يستهدف قصف مدفعي وصاروخي يستهدف المناطق الواقعة على خطوط الاشتباك بين قوات المعارضة السورية وقوات النظام السوري. يعني هذا التصعيد مستمر منذ أكثر من 3 أشهر، تصعيد قوات النظام السوري أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في يعني صفوف المدنيين في ريف إدلب. شكرا لك إبراهيم التريسي مراسلنا من إدلب.